السلام عليكم. مواطن من سكان قرية الجشة شمال مدينة الخوخة كان يعيش مع الفقر بسلام قبل وصول ميليشيا الحوثي إلى قريته، ثم صارت الحياة إلى جوارهم أكثر صعوبة. صار الصيد ممنوعا وهو مصدر رزقه الوحيد. نزح جيرانه تباعا وعجز هو عن النزوح لقلة ما بيده من إمكانيات. وحين خرجت ميليشيا الحوثي من المدينة استدارت كالعادة إلى الخلف وقصفت بالصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي. قصة المواطن أحمد عبد جماع يحكيها في الفيلم التالي، نشاهد ثم نعود للنقاش. قدام الحرب كنا عايشين والله مرتاحين صراحة، كنا نحصل على المصروف نحصل على، كنا مرتاحين احنا ويالنا. لكن لما اجى الحوثي تعبنا صراحة، تعبنا تعب. كنا نروح البحر يقول لك ممنوع، تروح تشتغل على عيالك يقول لك ممنوع. اخر كنا نحاول لقمة الايش نآني، يعني تحاول يوم تحصل ويوم ما تحصل، يوم يعني الله المتكفل. وقلنا يالله بعدنا عند عيالي هنا، رحت اجيب لهم خسار من الساحل، اجيب لهم خسار حصلت 5 حبات باغة. بعدين اشوف لك الغبار يعني امتلأت السماء بالغبار، والتنافين او في بيت جارنا او مدرسة او في البيت حقي اجري، ما قبل البيت هنا اشوفه في البيت. واحد استشهد وربع مأورين هم أمهم، يعني خلاص حياتنا كلها روحنا في نكد هم. بعدين ما جيت من البحر بعد ما جبت لهم خسار أشوف لك البيت الهاب دنم لك على البلد، يعني انطعفر مقاله تبت ما فوق الحسين المقال حقه اسمه علي أحمد عبد الحسين يعني. عمرك 7 سنين، أقول 7 سنين. وذي معور هنا في الساق، وذي هنا في إيده، وهذه حرق كلها وجهه، عملوا لها كاوية تجميل. والأم هنا تعورت في الرجل وإزهم هنا تقطعت. ورحنا ذلك إحنا، أنا قط خلاص البيت حقي انتهى كامل، هو العيال اللي فيه. بعدين أمي لي ولا أدري فين، ما دريت إلا في مستشفى الخوخة مسافة، إحنا حتى بين مسافون. أنا ما بعد ما شفت اللد اللي تبتاك خلاص وقتنا مش راح، يعني خلاص وقتنا عيالي انتهوا كلهم، ما مش معي راحة خلاص، فانتحر أنا خلاص ولا قدرت أمي لي. بعدين حاول الله باثنين سافونا رشوشوا لي ماي وذي ومنهست، قمت تعجب على عيالي اللي مأور واللي استشهد واللي يعني والله ذي لسقفوا احنا المقاومة إلى الخوها، ومن الخوها إلى داخل المخاوم، من المخاوم ادحنا داخل. كنا تعبانين وتبهذلنا صراحة، يعني بيتنا راح كله واللي معاني راح له في الحريقة، واللي خلاص بدينا فقراء ما معاني إلا الله. بعدين أهل الثواب اللي كان الثواب علينا وعلى الأطفال وذي ناس أبلغ ذي وناس حاجة، ورحنا وجينا الحمد لله. أتينا من داخل أدان بعد ما تعالجنا وعالجوا إحنا ذي سقفوا إحنا المقاومة، أتينا صلحنا لنا وش هناك تحت الشجر جسنا انا وعيالي. رجعت العملية اخي والله عملية، وحصل 1000 ريال 500 ما تحصل. ايش تشتغل؟ اشتغل لي في البحر مع الناس، مع الناس طلب الله مع ذيك على 1000 2500 ما اسوي، الله قائم بالامر وتعالى. لا نمشي قد براحة ولا تمشي يعني تمشي لك مريض، بعد ما تحصل عليك اي هذه كارثه خلاص ما تمشي براحه، تمشي تتذكر مواقف
اللي حصل على إيرا. مئات الأسر تضررت بدخول الحوثيين إلى الخوخة، ثم تضررت ببقائهم فيها، وأخيرا تضررت عند خروجهم منها. هناك أسر فقدت مصادر رزقها، الصيادون تحديدا، بعضهم أصيبت قواربهم والبقية تعرضوا للمنع من الصيد في بعض الفترات، وفي أوقات أخرى امتنعوا عن الصيد من تلقاء أنفسهم خوفا من الألغام البحرية التي زرعها الحوثيون في البحر، وهددوا بها حتى الملاحة البحرية الدولية، وأيضا خوفا من استهداف طائرات التحالف لمراكب الصيادين التي وهي الحوادث التي تكررت كثيرا. مشاهدينا الكرام، أوضاع سكان مدينة الخوخة النازحون منها والنازحون إليها موضوع حديثنا مع الناشط الحقوقي طارق سرور، ينضم إلينا من مدينة عدن. مرحبا بك سيد طارق. أهلا وسهلا، مرحبا. شاهدنا معا قصة الصياد أحمد عبدو جماعي من أبناء إحدى القرى في الخوخة، منع من الصيد، تعرض منزله للقصف. هل لديكم كنشطاء حقوقيين رصد لهذه الحالة والحالات المشابهة؟ نعم أخي الكريم، فحالة الصياد الجماعي ليست هي الاستثناء وليست حالة فردية، بل هذه المعاناة يعاني منها كافة الصيادين الذين يمارسون أعمالهم في البحر الأحمر وعلى امتداد شريط الساحل الغربي من المقهى حتى نيدي، فهم يعانون نفس المعاناة. وكما ذكر أو وضح الفريق، بدءا من الألغام البحرية مرورا بمنع وتعنت التحالف ووصولا إلى القصف أيضا من قبل التحالف أو من قبل ميليشيات الحوثي، وبالتالي المحصلة النهائية هي انعدام مصادر أرزاقهم وتحولهم إلى بطالة وإلى عطالة، وقد يذهب منهم كثير للعمل مع هذه الميليشيات للأسف. نعم. نحن كراصدين حقوقيين كثير ما تصلنا الشكاوى، وكنا نأمل بأن منطقة مديرية الخوخة كأول مديرية محررة في محافظة الحديدة بأن تعطي نموذج إيجابي وتنصف هذه الفئة التي معظم سكان الخوخة يعملون بها، بالإضافة إلى وصول كثير من النازحين من مختلف مناطق الحديدة. نعم. أيضا بدأوا يعملون بالصيد من مدينة الخوخة. يجب أن يتم الحفاظ على هؤلاء الصيادين، يجب أن يتم ترتيب أمورهم باعتبار الخوخة مديرية محررة، يجب أن تقوم قوات خفر السواحل بدورها بالتنسيق مع قوات التحالف. نعم. لترقيم هؤلاء الصيادين بتوعيتهم بتحديد أماكن صيدهم، بالتالي تسهيل عملية صيدهم. نعم. هل تعتقد سيد طارق أن هناك من يأبه بموضوع مناطق الصيد لهؤلاء الصيادين، أو يعني يهتم بمصادر رزق هؤلاء خاصة بعد التحرير؟ يعني للأسف الشديد أخي، للأسف الشديد لا يوجد من يعبه بهذه الفئة. المفروض أن وزارة الثروة السمكية يكون من أهم أعمالها هي الاهتمام بهؤلاء الصيادين وتعويضهم وتوفير مناخات الصيد الملائمة والمناسبة لهم. يجب أن يكون قوات التحالف أيضا ضمن جنود القانون الدولي الإنساني ألا يتعرض هؤلاء الصيادين إلى منع أرزاقهم وإلى قصفهم وإلى إغراقهم في السواحل. يجب أن تتحمل قوات خبر السواحل تنظيم عملهم. نعم. السلطة المحلية يجب أن تتحمل مسؤوليتها أيضا لمتابعة مثل هذه الجهات لتسهيل عمل الصيادين. ما مدى تأثر وضع الصيادين بعد حوادث القصف التي تعرض لها الصيادون واعتراف التحالف بهذه الحادثة، وكما يعني
قيل في الأنباء تم تعويضهم. بعد هذه الحادثة ما هو وضع الصيادين؟ أخي الكريم، طبعا هذه الأحداث تؤثر بشكل كبير على مهنة الصيد بشكل عام. الكثير يتخوف، الكثير لا يخرج، الكثير يحاول أن يبحث عن مهن أخرى في ظل وضع اقتصادي سيء، وفي ظل أن هؤلاء هذه الفئة لا تجيب غير الصيد في البحر، بالتالي البحث عن مهنة أخرى هو يعني من المعاناة تضاف إلى معاناة الصيادين. نعم، هذا يفترض الانتقال إلى مناطق أخرى داخل تهامة إذا ما حاولوا البحث عن مهن أخرى. دعنا ننتقل إلى الوضع بشكل عام في تهامة. سيد طارق، كيف يمكن تقييم وضع حقوق الإنسان سواء في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين في محافظة الحديدة وتلك الأخرى التي يفترض أنها تحررت بشكل إجمالي؟ أخي، بشكل إجمالي الحديدة تعيش وضعا إنسانيا مأساويا، وضع سيء جدا، يكاد أن يكون انتهاك حقوق الإنسان في الصعيدة. مدينة الحديدة بالذات مركز المحافظة تحولت إلى مدينة أشباح نتيجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الميليشيا الحوثي الانقلابية. فمنذ وصول هذه الميليشيات وسيطرتها على الوضع في ديسمبر 2014 بدأت بممارسة العديد من الانتهاكات المتمثلة باعتقال الناشطين وإخفائهم ومنع الزيارات عنهم وحالات وتعذيبهم، وهناك حالات كثيرة من التعذيب وصلت إلى حالات الموت وحالات الإعاقة الدائمة في مدينة المراوعة، في مدينة الزيدية، في باجل أيضا من ضمن الانتهاكات. وفي حالات غير مسبوقة لم تشهدها المحافظة من قبل تم تدمير عدد من منازل المعارضين في حارة اليمن داخل مدينة الحديدة نفسها. نعم، في حارة اليمن داخل مدينة الحديدة، وفي حالة كما ذكرت غير مسبوقة تم تدمير أكثر من منزل لبعض الشباب المعارضين لوجود هذه الميليشيات. نعم. بالإضافة إلى قمع المظاهرات السلمية بالسلاح وبشكل عنيف أدت إلى موت العديد من المشاركين وإصابة الكثير منهم. أيضا إغلاق الحياة السياسية والاجتماعية بشكل عام. نعم. ماذا عن المناطق التي يفترض أنها تحررت؟ أخي الكريم، المناطق التي تحررت بشكل موضوعي بشكل كامل هي مديرية الخوخة، تعتبر مديرية محررة بشكل كامل. مديرية حيش، مديرية التحيكة، مديرية الدريهني للأسف تحررت مراكز هذه المديريات. نعم. بينما بقى في بقايا أطراف هذه المديريات لا زال جيوب الميليشيات الحوثية تعيد فيها فسادا، مما شكل عبء أكبر على المواطنين في هذه المناطق، فهم صاروا يعانون من القصف الشبه يومي لهذه الميليشيات بالهاون أو بالكاتيشات وبمختلف القذائف السلاح المختلفة، بالإضافة إلى قصف التحالف. هذا الوضع، التحرير الغير المنقوط والتحرير الغير الكامل، يدفع ضريبته المواطن البسيط في هذه المديريات، فأصبح لا يستطيع أن يذهب إلى مقر عمله، لا يستطيع أن يذهب إلى مزارعه، لا يستطيع أن يرعى أغنامه، فتعطلت حياته بشكل شبه كامل نتيجة هذا التحرير الغير كامل. بالعودة إلى وضع المواطنين تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، هل تردكم الوضع السيء، الوضع الانتهاكي؟ نعم، وضع الانتهاكات. سيد طارق، سؤالي لو سمحت لي، نعم، سؤالي عن جزئية محددة في تلك المناطق. أنت ذكرت أن هناك العديد من المواطنين تعرضوا لإصابات بالغة، تم الزج بهم إلى المواجهات، فسؤالي عن التجنيد الإجباري في تلك المناطق، هل تلقيتم شكاوى حول هذا الأمر؟ التجنيد الإجباري هو من أولى مهام هذه الميليشيات أخي الكريم. نعم. كثيرا من الشكاوى وكثيرا من البلاغات نتلقاها بشكل يومي حول موضوع التحشيد للجبهات
من قبل كافة مديرية سهامة. نعم. هناك حملات منظمة من قبل السلطة المحلية التابعة لهذه الميليشيات، من قبل مشرفي المديريات، من قبل إرغام المشايخ وبعض الوجاهات للنزول إلى القرى والمديريات وإجبار الأهالي على تحشيد أبنائهم إلى الجبهات، يستخدم فيها العنف، يستخدم فيها الترغيب والترهيب، يستخدم فيها ابتزاز كبير من الأسر عن طريق مقايضتهم بالأموال التي الأسر التي ليس لديها شباب أو أن شبابها في مناطق الاضطراب، يتم أخذ منهم مبالغ هائلة عن كل فرد. فقضية التجنيد الإجباري هي قضايا أساسية لهذه الميليشيات تعيش عليها. إذن معركة مترددة وتحرير منقوص كما تفضلت. شردت أهالي منطقة أو محافظة الحديدة وسهل تهامة برمته، كيف هو وضع النازحين الآن؟ كيف يمكن وصف حالهم؟ أخيرا النازحين تهامة يعانون أسوأ الأوضاع الإنسانية. نعم أخي الكريم، لا نبالغ إذا قلنا بأنها كارثة تصل إلى حد الكارثة. فنازحي تهامة هم أكثر الفئات المتضررة من الحرب. نعم. نستطيع أن نقول بأنهم يقعون بين سندان الميليشيات ومطرقة التحالف والشرعية. للتوضيح للمشاهد الكريم، ولم بلغ عدد النازحين بموجب إحصائيات المنشئية العامة لشؤون اللاجئين الحوثيات التابعة للأمم المتحدة ما يزيد عن 78 ألف أسرة حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري. إذا ما حددنا بأن متوصل عدد الأسرة 5 أفراد، يعني هناك ما يقارب من أكثر من 400 ألف نازح من محافظة الحديدة. هذا رقم تقريبي أم إحصائية مؤكدة سيد طارق؟ هذا آخر رقم أو إحصائية من منظمة المستقية العامة لشؤون اللاجئين العدشة التابعة للأمم المتحدة. نعم، كيف يمكن تقييم دور الوحدة التنفيذية؟ كيف يمكن تقييم دور الوحدة التنفيذية للنازحين؟ أولاً معاناة النازحين قبل تقييم دور الوحدة التنفيذية. تفضل. أود أن أركز على معاناة النازحين. تفضل. معاناة النازحين في دامة يعانون معاناة كبيرة جداً، بداية من عدم وجود ممرات آمنة للانتقال إلى أماكن الأمان. يعانون من الألغام والمتفجرات اللي تزرعها الميليشيات الحوثية في المناطق. يعانون أيضا من تعنت الكثير من النقاط الأمنية على مداخل مدينة عدن للأسف الشديد، ومنعهم من دخول مدينة عدن. يعانون من قصف الميليشيات الحوثية وأيضا من قصف التحالف. يعانون من عدم وجود المخيمات الكافية لاستيعابهم، بالإضافة إلى مشاكل الأراضي التي تقام بها المخيمات، يعني وعدم وصول الدعم إليهم. كل ما يصل إليهم هو يقتصر على الدعم المواد الغذائية كل شهرين أو 3 أشهر. نعم. ويصل فقط إلى من هم في المخيمات، وهو عدد بسيط جدا لا يتجاوز 7000 أسرة، بينما بقية الأسر منتشرة ومتوزعة على محافظات الجمهورية سواء التابعة للشرعية أو حتى هناك في بعض المحافظات التابعة لسلطة الأمن الواقع في صنعاء أو في إد. فيجب فعلا الانتباه لهذه الكارثة والعمل لها بشكل كبير جدا حتى يتم إلقاء إخواننا نازحي تهامة. إذن هناك أيضا قصور من قبل السلطات الإغاثية ممثلة بالوحدة التنفيذية للنازحين واللجنة العليا للإغاثة، وهما أعلى سلطتين للإغاثة في البلاد. الوحدة التنفيذية للأسف الشديد لا وجود لها. تواصلت أنا مع رئيس الوحدة التنفيذية فأخبرني بأنه لا إمكانيات لهم ولا كادر وهم مهمشين تماما. اللجنة العليا للإغاثة بموجب القرار إنشائها هي المخولة والمسؤولة عن إغاثة هؤلاء النازحين. للأسف الشديد عملها قاصر جدا 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 وسلبي جدا. اللجنة العليا للإغاثة للأسف الشديد
يجب ان يكون لها لجان ميدانيه، يجب ان تستفيد من الوحده التنفيذيه للناجحين في المحافظات والمديريات وتكون هي اداتها التنفيذيه. لكن للاسف الشديد لا تنسيق تماما بين الجهتين. نعم. وبالتالي الذي يسيطر على المساعدات هي المنظمات الدوليه بدون اي رقيب وبدون اي مشاركه او تنسيق من قبل السلطات الشرعيه. وبالتالي هذه المنظمات يسيطر عليها وتوجهها الوحده التنفيذيه التابعه للميليشيات الانقلابيه للاسف الشديد. هذه تقصد المنظمات الدوليه التي يعني ضجت الدنيا بالحديث عن المعاناه الانسانيه في برنامج الغذاء العالمي، منظمه اليونيسف، المنصفيه العامه لشؤون اللاجئين، المنصفيه العامه لحقوق الانسان، هي لا زالت تعمل في صنعاء وتسيطر عليها هذه الميليشيات وتوجهها بحسب ما تريد وتعطي لها قاعده معلومات. وعند تساؤلنا ايضا عن التعامل مع استطاعة الأمر الواقع، للأسف تتم الإجابة بأن لا تجاوب ولا تعاون من قبل السلطات الشرعية معهم، وتقرير الخبراء الأخير خير دليل على ذلك. نعم. ماذا عن مركز الملك سلمان؟ مركز الملك سلمان وجمعية الهلال الأحمر الإماراتية وغيرها تعمل بجهود جيدة وإيجابية، وإن كانت لا تصل إلى كل المحتاجين ولا تصل إلى كل النازحين، وهذا نتيجة قصور اللجنة العليا للغاثة، نتيجة قصور. ماذا عن دور السلطة المحلية يعني المعينة من قبل الرئيس من محافظ ووكلاء؟ السلطة المحلية، نعم، السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ ووكيل المحافظة، تلعب دورا إلى حد ما مقبول، ولكنه لا يرتقي إلى مثل ما ذكرنا بأنها كارثة. أخي 400,000 نازح، نعم، هي كارثة. يجب أن تتحمل السلطة المحلية مسؤولية بشكل كبير، يجب أن تعلن حالة الطوارئ، يجب أن تشكل لجنة تعمل على مدار الساعة، يجب أن تسوق أوضاع النازحين، يجب أن تنسق بشكل كبير مع المنظمات المحلية والدولية لوصول المساعدات لهؤلاء النازحين. إذا نقل الجميع المعركة إلى تهامة، إلى الساحل الغربي، وتخلوا عن دورهم الإنساني وعن دورهم المناط بهم. ما هي رسالتك سيد طارق؟ أخي، نعم، للأسف الشديد وكنا مستبشرين بتحرير تهامة، ونعتبر تحرير تهامة وإنهاء للميليشيات الإنقلابية بشكل كامل نتيجة لموقع تهامة الاستراتيجية الهام، نتيجة لوجود الميناء الرئيسي يمدهم بكثير من الموارد المالية. ولكن للأسف تدخل قوى إقليمية، تدخل الأمم المتحدة، كلما بدأ الضغط وكلما قرب التحرير لمحافظة الحديدة، وكما ذكرت يذهب ضحيته الآلاف من المدنيين والآلاف من الأبرياء الذين يعانون أوضاع سيئة جدا 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 من جميع النواحي، نعم، سواء الإغاثية والإعاشية والصحة والتدريس. هناك أكثر آلاف الطلاب لا يذهبون إلى المدارس، هناك عشرات من المدارس تحولت إلى سكنات عسكرية. رسالتي على التحالف والسلطة الشرعية أن يتحملوا مسؤوليتهم بالدرجة الأولى، نعم، بالاهتمام بالعمل الجاد لإنقاذ هؤلاء النازحين وتوفير المخيمات الآمنة لهم في منطقة الخوخة، في منطقة عدن، في المناطق المحررة، والتواصل مع كافة المنظمات الدولية والإشراف عليها لإيصال مساعداتها لهؤلاء النازحين، ولا يقتصر عملهم فقط على تقديم المواد الغذائية، بل يجب أن يستمر للتمكين الاقتصادي لهؤلاء النازحين وتقديم خدمات التعليم والإغاثة والصحة، ومن ثم إعادتهم إلى مناطقهم. رسالتي السلطة المحلية عليها أن تشعر بهول الوضع الذي تعيشه المحافظة بشكل عام،
ان تستفيد من الكوادر الكبيره الموجوده التي بامكانها ان تعمل الكثير لانقاذ المحافظه. وبالدرجه الاولى لن تتم تنتهي هذه المعاناه الا بالتحرير الكامل لمحافظه الحديده، وهذا الذي نعمله وهو بالامكان اذا كانت هناك اراده سياسيه. نعم، الناشط الحقوقي طارق سرور، شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة كالعادة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. الصياد التهامي المنكوب أحمد عبد جماعي، تم الرصد، في أمان الله. Thank you.